بدايه قبل ما نتكلم على العشر سنين، احنا نتكلم من اول سنه قناه الاهلي كانت في ظهر العاب الماء ودايما معانا متواجده في كل وقت وفي كل حين، ومع كل بطوله بنكسبها بنجد قناه الاهلي. فيعني مرور 10 سنين دي عايزين نقول تتويج للنشاطات الرياضيه عندنا في العاب الماء، لان هي كانت دايما الداعم الرئيسي للولاد عندنا، بتشجعهم بيتواجدوا في القناه بصوره جيده جدا بطريقه مهنيه كويسه جدا، بتحث الولاد عندنا ان هم دايما يكونوا في المقدمه، لان كان يعني يمكن من الاهداف الرئيسيه للولاد ان هم يظهروا في قناه النادي الاهلي. فكانت القصه تبادليه، يعني منفعه من قناه النادي الاهلي ان هي في ظهر الولاد، والولاد كان نفسهم طبعا يظهروا في قناه النادي الاهلي. فطبعا في بعد مرور 10 سنوات فعلا قناه النادي الاهلي متواجده في وجدان الشباب عندنا، دايما في ظهر الولاد عندنا، حاسين بوجودها خلال 10 سنوات دائما وابدا في ظهر العاب الماء في النادي الاهلي. مش اي نادي مثلا بيبقى ليه قناه بتعرف تنقل اخباره والموسم فيه ماشي ازاي، وكمان القناه عامله لنا ميزه كويسه جدا، احنا ممكن نعرف من خلالها اصلا الايفنتات الثانيه ايه نتائجها، ماشيين ترتيبهم ايه، ايه اخبار التدريب، اذا حصل تغيير مثلا في مدربين في الاداريين نقدر احنا كلعبه ثانيه ان احنا نعرفه. بس فدي حاجه كويسه يعني ان النادي يبقى عامل قناه بنعرف من خلالها اخباره. يعني اول حاجه يعني كل عام وهي بخير، يعني يا رب عقبال مليون سنه. طبعا النادي الاهلي طبعا ده نادي عريق وعظيم، وانا ما كنت متوقع النجاح زي دوت من قناه زي ديت. يعني هي احسن حاجه فيها بصراحه ان هي قناه كويسه بتهتم بكل النشاطات، مش بتهتم بالكوره بس على عكس القنوات الثانيه، بتهتم بالانجازات الفرديه زي الانجازات الجماعيه، بتخلي اللعيبه عندهم حاجه يطلعوا عشانها، فاهم؟ يعني انت انك تطلع في التلفزيون دي حاجه كبيره برضه، وانك تطلع باسم قناه الاهلي دي حاجه كبيره اكبر بكتير. قناه الاهلي مميز فيها ان هي ما بتذيعش ماتشات الكوره بس، ماشيه ورانا في كل حته، اي ماتشات مهمه بتذيعها لنا، تمشي ورانا في البطولات، مساندنا في كل حاجه. قناه الاهلي قناه يعني جيده فوق الغايه، وبتلم كل اي حدث بيحصل في النادي الاهلي بتجيبه، يعني مش مهتمه بالكره بس علشان الكره مثلا اهم حاجه، لا ده كل الالعاب، ماتشات كره يد، ماتشات كره قدم، وماتشات باسكت، كل حاجه بتغطيها قناه النادي الاهلي. قناه الاهلي ورانا في كل حته وسندانا، وما بتمشيش ورا الكره بس، لا دي بتمشي ورا الالعاب كلها، وورانا في كل حته والمتوشه، وبتذيع لنا كل حاجه وفي ظهرنا دايما. يعني بحب ابارك للنادي الاهلي اولا وللقناه على الانجاز الهائل ده، 10 سنين من الفخر ومن الشغل الواضح والانجازات الصريحه. طبعا بحب بشكر القناه واللي شغالين فيها كلهم على تغطيه كل الرياضات اللي في النادي، مش مجرد العاب معينه، في تغطيه كامله لكل الرياضات، الرياضات الفرديه والرياضات الجماعيه. فاتمنى النجاح ده يستمر، وده اللي متعودين على طول فيه جوه النادي الاهلي. ان النادي يبقى ليه قناه دي حاجه مميزه طبعا، لان مش اي نادي بيبقى ليه قناه، والنادي انا بعرف اخباره اصلا عن طريق القناه، الفرق الثانيه، الدوري ماشي ازاي، الدنيا ماشيه ازاي، بعرفها عن طريق القناه، وعقبال مليون سنه للقناه. والصراحه هي قناه مميزه جدا، وما بنشغلش على غيرها عندنا في البيت. قناه الاهلي قناه مميزه، وبتجيب الماتشات واخبار الالعاب، بتجيب الالعاب كلها، مش لعبه واحده ولا اتنين، بتجيب كل الالعاب، واحنا متابعينها، وهي قناه مميزه واحنا متابعينها على طول وبنتفرج عليها على طول، وبتجيب كل اخبارنا. طبعا احب ابارك للنادي الاهلي، وعقبال ان شاء الله مليون سنه، ودايما في تطور وتقدم ان شاء الله، ودايما تفضل من اعلى القنوات واعلى النوادي في مصر ان شاء الله في تقدم، وان شاء الله بس هم يهتموا باللعيبه اكتر وبالبتاع عشان يفضلوا ان شاء الله في تقدم لما يفضل رقم واحد ان شاء الله دايما. صراحه بحب قناه الاهلي جدا، قناه الاهلي قناه مميزه جدا، واللي احنا بنحبها جدا ومشتركين مع قناه الاهلي على طول، وبنحب نتفرج عليها، وبتشاركنا على طول في بطولاتنا، وبنيجي نسافر بره او اي حاجه بنتفرج عليها، وبنشترك معاها في بطولات بره على مصر واوروبا والبطولات كلها يعني وكده. قناه مميزه طبعا، وبنحبها جدا وبنتفرج عليها وبنتابعها، لانها طبعا بتجيب كل الماتشات والبطولات عربيا ودوليا وكده، وقناه جميله جدا بصراحه واحنا بنحبها، ويعني وكفايه ان هي بتفرحنا لما بتيجي بتجيب حاجه عننا وكده، وجميله طبعا. النهارده حدث
يعني غير مسبوق الصراحة، خصوصا ان كمان قناة الاهلي عودتنا من زمان، وخصوصا الفترة الاخيرة ان هي بتذيع لنا دايما ماتشات وحتى تمارين ودايما بتحتفل بينا. فالصراحة حتى احنا كفرقة لما بنروح هناك فعلا بنتبسط جدا، وحتى الناس هناك بتعاملنا معاملة كويسة قوي، بنبقى مبسوطين حتى ان احنا رايحين، واحنا كمان مبسوطين قوي ان بقى حتى في قناة ممكن ماتشاتنا بتبقى حصري متذاعة والبث فيها بيبقى مباشر والكلام ده كله، مهتمين بينا جدا الصراحة، يعني في حاجة مشرفة جدا صراحة. القناة عاملة شغل كبير جدا مع الفرق، على طول بتغطي ماتشاتنا، وعلى طول لما بنكسب أي بطولات بتفضل تستضيفنا في ملوك الصالات. صراحة دي حاجة كويسة قوي ان هم بيخلوا الناس تشوف لعيبة النادي الأهلي، فأحب أشكر القناة جدا لأنها عاملة شغل معنا جامد جدا. أول حاجة هو طبعا شرف كبير ليا أن أنا أبقى موجود في النادي الأهلي وكيان عظيم زي دوت، وطبعا أكبر ميزة برضو من الميزات أن قناة الأهلي يعني في قناة بتتابعنا، بتتابع مجهوداتنا اللي احنا بنعملها على مدار السنة، فده طبعا إحساس حلو قوي، وده بيشجع أصلا الواحد أن هو يبذل أكتر حاجة عنده علشان يعني يخدم الكيان دوت. طبعا دي شرف لاي حد في الدنيا اللي يلبس فريق النادي الاهلي، يعني حاجه كبيره جدا بالنسبه لنا، وان شاء الله دايما مع النادي الاهلي لحد ما نعتزل ان شاء الله. يعني بالنسبه لنا النادي الاهلي ده بيتنا تاني يعني، بس فانا بشكر طبعا اي حد كان معانا الفتره دي بالذات يعني، وان شاء الله نقدر ندي النادي اكتر بكتير زي ما هو ضاف لنا حاجات كتير الحمد لله يعني.